إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك نستنصر فانصرنا، إليك نلجأ فلا تطردنا، عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم حبب إلينا لقاءك وسهل علينا قضاءك وانصر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، في إطار سلسلة الخطبة الممنوعة، موضوعنا يتمحور حيث ما يعيشه العالم، والعالم يعيش في العاشر من ديسمبر من كل سنة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتصيب لك العالم كل تظاهرات مطالبة بحقوقهم المهضومة، كل واحد عنده شي حق من الحقوق مهضومة إلا ورافعين. فعشرة ديسمبر لافتات، هل استطعتوا؟ أعطيونا الحقوق ديالنا. ولكن واحد الحاجه اللي ما مسطراش في البنود ديال حقوق الانسان، لان هادوك اللي وضعوا حقوق الانسان غافلين عليها وما تيعيشوهاش. ولكن حنا بصفتنا مسلمين يجب ان نذكر بذلك وان نبين ذلك، وهو اكبر حق واهم حق واعظم حق، وهو ان نعرف الناس بالله. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء، والله أحب إليه من كل شيء. فالله سبحانه عرف الإنسان بالله، فربطوا بالله سبحانه وتعالى، هذا أكبر الحقوق. وما يأتي من بعد ذلك من الحقوق هي تابعة لحق معرفة الله. وضمن هذه الحقوق، وهو موضوعنا في هذه الجمعة، وهو الانقلاب الناجح. جميع الانقلابات اللي كانت في عهد البشرية واللي غادي تكون من بعد ذلك، كلها باءت وتبوء بالفشل، لأن الدافع ديال هذا الشيء، هذا ديال طالب الحكم، وهو المسألة الشخصية، المسألة ديال الهوى، المسألة ديال الشهوات، ويترتب على ذلك سفك الدماء وملء السجون وهتك الأعراض ونهب الأموال وإفساد البلد والعباد. كل هذا يترتب عنه ما يريده ذلك الذي قام بالانقلاب. ولكننا نحن ننادي إلى انقلاب ناجح، ناجح بجميع المقاييس، 100% ناجح، ما فيها لا سفك دماء ولا هتك أعراض ولا نهب أموال ولا إفساد في الأرض ولا حتى شي ميزانية، بل يتطلب منا أن نبذل مجهودا على أنفسنا. فهذا الانقلاب يعطينا منافع عديدة في الدنيا قبل الآخرة. أما المنفعة الأولى وهو أن الله يكف عنا العذاب، فلا ينزل من عنده عذاب كالأنواع اللي جات ديال العذاب من الإغراق ومن الرياح ومن غيرها من العذاب اللي كان جات الأمم السابقة. ثم إن هذا الانقلاب الناجح يعطينا قوة يزيدها الله لنا على قوتنا. ثم إن هذا الانقلاب الناجح يعطينا متع الدنيا المتعددة من أموال وبنين وأنهار وذرية، بل يبسط الله لنا في هذه الدنيا ويمتعنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فما هو هذا الانقلاب الناجح الذي له كل هذه الفوائد؟ الجواب على ذلك يعطيه لنا إمام من أئمة العارفين بالله، وهو عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. فما هو هذا الانقلاب الناجح؟ هذا ما سنراه في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه عباد الله. سيقول عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، وهو أحد العارفين بالله، أحد رجالات التربية الذي جمع ما بين التربية والجهاد، يقول: التوبة قلب دولة. فدولتك هو قلبك، وأنت إن تبت إلى الله عز وجل فإنك قلبت الموازين وأرجعت المياه إلى مجاريها. فالتوبة قلب دولة. لهذا نادى الحق عز وجل وخاطب المؤمنين جميعا دون استثناء، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكيف أن التوبة تحقق لنا كل هذه الفوائد الدنيوية؟ التوبة يمنع الله عز وجل بها العذاب عنا، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأمثال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يرفع الله العذاب العام الذي لا يستثني أحدا بسبب الاستغفار. الاستغفار الله عز وجل يعطينا به متعا عديدة كما جاء في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول سبحانه وتعالى في سورة هود، وهو يبين لنا أن بهذا الاستغفار الذي هو جزء من التوبة، لأن الاستغفار الذي يكتفي فيه الإنسان باللسان لا يعتبر توبة، بل لا بد من التوبة القلبية ثم اللسانية ثم بالجوارح. فبالقلب أن تكف عن المعاصي ثم تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وباللسان تذكر الاستغفار بأنواعه المتعددة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالأفعال لتبرهن على توبتك، لأن الحسنات يذهبن السيئات. يقول الحق سبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فهذه القوة تكون بسبب توبة هذه الأمة وهذه الجماعة. ثم إن الاستغفار الذي هو جزء من التوبة يكون سببا في تمتع تلك الأمة بمتع الدنيا، وهي عربون على تمتعها في الآخرة بالنعيم المقيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة هود: وأن استغفروا ربكم. وهنا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى مكان التوبة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. بالتوبة نحقق كل هذه الأهداف دون سفك دماء، دون نهتك أعراض، دون نهب أموال، بل يبقى كل شخص في مكانه الذي هو فيه، من الحقير إلى الكبير، من صاحب المنصب إلى المستضعف، من الذكر إلى الأنثى، من الصغير إلى الكبير، كل واحد يعلن توبة. هذا هو الانقلاب، هذا هو الانقلاب اللي هو خصنا نحققه في أنفسنا. وبالتالي هذاك الانقلاب غادي يكون في واحد المتعة أكثر وأفضل من الانقلاب اللي هو مبعد عن منهج ربي سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستحضر هذا الانقلاب، علينا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة فردية ثم توبة جماعية، وذلك برد المظالم إلى أهلها ثم الإكثار من الحسنات. بمعنى أن كل واحد في واحد المنصب التوبة ديالو هو تخصه يولي تيخدم مزيان، ما ينهبش الأموال، ما يغش في العمل ديالو. إذا كان هو ماشي في المستوى يدير دورات تكوينية ماشي في المستوى، إذا كان وخب دورات تكوينية ما يقدر يدير والو، يقدم الاستقالة من ذاك العمل، لأن حساب الله شديد. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا ليوم العرض الأكبر على الله. هذا هو الانقلاب الناجح. فنسأل الله عز وجل أن يؤتينا فهما عن الله عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير وبإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.